اللهم إنا نعوذ بك من الخلع كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشعب الذي ينظر للأمام، والشعب الذي يكره الأصنام، والشعب الذي يريد إسقاط النظام. ونسألك اللهم رئاسة مدى الحياة، وشعبا صف انتباه. اللهم ثبت كراسينا بالصمغ والشلك واللحام البارد، وباعد بين الشعب وبينها كما بعدت بيننا وبين الشعب، واجعل لنا من أمامنا كرسي، ومن خلفنا كرسي، وعن يميننا كرسي، وعن شمالنا كرسي، ومن فوقنا كرسي، ومن تحتنا كرسي، واجعل ثأرنا على من خلعنا. ربنا اصرف عنا يوم الجمعة، فقد ضاعت ليلة الخميس وأصبحت غدرا طميس. اللهم اجعل ميدان التحرير لنا لا علينا، ولا تشمت المعارضة فينا، وقنا شر المتظاهرين والمتظاهرات والمفيسبكين والمفيسبكات، الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تسلط علينا الجزيرة كما سلطتها على الذين من قبلنا. اللهم اضعف إرسالها، وشوش تردداتها، وطهر لسيفرات شعوبنا منها. اللهم لا تدع لنا شعبا إلا ورحلته، ولا شبابا إلا وخلعته، ولا معارضا إلا وألجمته، ولا مواليا إلا وشجعته. ونسألك رصيدا لا ينفذ، وثروة لا تجمد، ونعوذ بك اللهم من شعب يخلع ولا يركع، ومن بطانة تأكل ولا تشبع. ربنا اصرف عنا الديمقراطية، وأدم علينا البيروقراطية، واجعل الميزانية في جيوبنا. اللهم هازم الأحزاب ومسكن الشباب، رد شعوبنا إلينا ردا جميلا، ولا تجعل الكرسي علينا مستحيلا، ولا تجعل نهايتنا الرحيلة. أنا نتصور أنه لو كان نقلب الدعاء هذايا هو لدعاء الشعوب العربية بالهداية لحكامها. فهمتك والله.